Set that off. Hey yo, what's up everybody? Back at you live from Kuwait City. شلونكم شباب وش اخباركم وش مسوين؟ اليوم مثل ما انتم ساعة شفته وصلت 6000 جيمز، 6000 جيمز عندي الحين حاليا. هو اساسا انا عندي اكثر من 6000، عندي 8000 الا مع الفي ار مع البرامج، بس ستيم ساعات هم يسوون فيرفاي حق بعض الالعاب اللي عندهم، وبعض الالعاب الباجين يخلونها عندك في الاكونت بس ما يسوون لها فيرفاي. بس انا عندي على اكونتي فيرفايد 6000 لعبه حاليا. انزين، فيعطيكم العافيه شباب. اللي حاب يضيفني بجروب انا اسوي كل فتره جيف اواي، هذا اكونتي انا. انزين، على ستيم. اليوم حاب اعطيكم معلومات عامه، بس قبل ما نبلش شباب، وايد ناس قاعد تسالني، قاعد تقول لي ليش قاعد البس هالنظارات انا. انزين، هل نظري ضعيف؟ شنو نوعيتهم؟ شوف انا اقول لكم، هذه النظارات شويه فيهم صفار. انزين، مو بلاستيك، مصنوعين من زجاج. فريم ماركت، الفريم جانر اسمهم، ماركت جانر. انزين، هذول النظارات بصراحه انا الحمد لله نظري 6 على 6. انزين، بس لاني انا وايد قاعد قريب عند الشاشه. انزين، وايد وايد حيل 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 قريب. انزين، فلما البس النظارات، خصوصا ان انا عندي ثلاث شاشات، في بلو لايت، في ليت ازرق، وفي عندك حركه، ولاحظت انا يعني بصراحه في فرق لما البس النظاره. اول شيء حسيت انه عيني مثلا ما تصير حمراء، انزين، وما تدمع، وما احس بدوخه مثلا لما اقعد 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، واحس يعني الفتيق اللي في العين يقل. انزين، التعب اللي بعينك يقل، تحس نفسك انك تقدر تقعد وانت مرتاح، ويعكس الاشعه مالت الضوء، يعني يريح وايد، يعني خصوصا لما تقوم الساعه الصبح من النوم. انزين، وحتى ينفع تستخدمهم برا، يعني تطلع برا مثلا على الشمس وهذه، يعني وايد ينفعون. لونهم شويه يعني فيهم شويه تحس صفار، بس بالبدايه اول ما استخدمتهم حسيت نوعا ما شويه يعني غريبه. زين، وانا خصوصا ما احب النظارات انا. زين، بس يعني انا بالنسبه لي انه يعني ما عندي مشكله في في في, في النظر، ولا البس نظارات طبيه. فانصح اللي ما عنده شو اسمه، اللي يبي حاس نفسه يبي يغير، او يتعب وايد لما يقعد قدام الشاشه ويبي يغير حق شيء زين يحس نفسه اريح باللعب وهذا، يشتري نظارات نفس هذيله. زين، سعرها يمكن تقريبا بكويتي يمكن 25 30 دينار كويتي، يعني 100 دولار تقريبا، بس بصراحه يفيدون شباب، والله والله يفيدون. زين، فانصحكم في النظارات هذيله، يعني يفيدونكم وايد وايد وايد. يعني الحين المهم، اليوم حاب اتكلمكم عن معلومات عامه، خصوصا ما انتم عارفين ان الستيم كوميونتي، يعني انتم عارفين لعيبه كمبيوتر، زين، مو وايد. زين، هذا كاونتي انا. زين، تقدر تدخلون عليه لفلي 545. زين، تقدر تدخلون عليه، يضيفوني في، تحطوني في الجروب وايا كان. زين، لا يطلب مني شو اسمه سكنات. المهم، زين، بس عشان اقول لكم، المهم، ف اليوم حاب اتكلم عن بعض العناوين على ستيم تفيدكم وايد. زين، خصوصا اللي تو مبلش ويبي يعرف. زين، انا اليوم بتكلم زين عن العناوين. اول عنوان عندكم اياه هو ستيم ليدر. كل العناوين هذيلا يسوون يعني انت تقدر تعطيهم دونيشنز. هذيلا كلهم عندهم ستيم اكاونتس نفسي انا، او اي واحد تقدر تعمل ستيم اكاونت تقدر تسوي لوجين. زين، وفي دونيشنز، انا متبرع، كل انسان يقدر يتبرع. زين، هذيلا شباب زين يتطوعون، يسوون لك انتي فرود سيستم حق السكامينج سيستم حق اللي هاكينج، هذيلا الامور، هذيلا الشباب يساعدونا علشان انه يقللون، يساعدون الفالف كوربوريشن، يساعدون ستيم، يساعدونهم. زين، يعني يطورون من اللعب بالبي سي، يعطونك معلومات مفيده ويعطونك هالامور. انا حاب افيدكم يعني، بس ان بعض كل هالامور لازم تكون تتعرف انجليزي، فعشان انك تعرف. فانا بختصرها بقول لكم اليوم شنو فائده كل عنوان، وشنو فائده انك انت شو اسمه تكون ساين ان فيه، وشنو فائده انك انت تسوي تعرف المعلومات هذه. هذا العنوان اسمه ستيم ليدر، راح احط لكم اياه تحت في الديسكربشن. هذا يعطيك اللاعبين من الدول، الهاي ليفلز، اللي عنده اكثر واحد جيمز، اللي عنده بادجز، اللي يلعب تايم بلاي، كم سنه مشترك، عشان تعرف هل هو اكونت زين ولا مو زين. هذه ينفعك انك تعرف معلومات عامه عن الاكونت نفسه.
هذا هو يسجل فيه، لازم يسوي ساين ان ويسجل فيه ويسوي هالامور هذه كلها، تقدر تسوي له دونيشنز. انزين شخصيا الاول على العالم حاليا، الاول على العالم صار لك تقريبا 5 سنين او الا بعد اكثر، انزين الاول على العالم هو ستاك، كلكم تعرفون ستاك. انزين ستاك واحد قطري اسمه عبد الله، والنعم فيه بصراحه، وانا ولد صراحه مره صرفت وياه، وخوش ولد، حيل 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 محترم وحيل طيب. انزين ستاك اسمه ستاك، الليفل ماله 5000 بصراحه، هو وايد دافع فلوس بالليفل، تقريبا يمكن حوالي 250 ألف دولار، ما يقارب بالكويتي يعني 80 ألف دينار كويتي دافع تقريبا عليه. والجيمز تقريبا دافع 26 ألف دولار، ما يقارب ب 7000 دينار كويتي دافع. انزين هو يعتبر الاول على العالم حاليا. انزين يعني هذه يعني تعرف مثلا عندنا مثلا بالكويت، بالكويت الحين عندنا. انزين هذه يعطيك معلومات اذا تبي لي ليفل اب جيمز بلاي تايم بادجز هالامور هاي كلها. بالكويت حاليا الاول هو انا، يس. انزين فانا ليفلي 545، 6000 لعبه. انزين اطق لكم عليه مثل ما انتم قاعد تشوفون. انزين انا الحين حاليا الاول في الكويت. انزين كان هني عندكم اياك موجود. انزين صار لنا الحين تقريبا 4 سنين. انزين تكلفته حوالي كنت تقول 3000 دولار، قول 1000 دينار كويتي. انزين عشان توصل حق ال 545 تقريبا 30000 دولار، 10000 دينار حق الجيمز. انزين جيم كولكتر. انزين هذا اللي يعطيك الامور هذه كلها. دونيتر انا دافع تقريبا 17 دولار حق الويب سايت، لان بالامانه بصراحه ما قصروا يعني، وايد وايد يسوون شغل حلو ويساعدون، يحبون يساعدون الناس، عرفت شلون. فهذا هو عندكم يا ستيم ليدر، انزل تدخل عليه. هني عندك الشباب كل اللي مسجلين بالكويت، هذول كلهم مسجلين في الكويت مثل ما انتم قاعد تشوفون. زين هذول كلهم عندنا حاليا موجودين. زين تقدر انت تسجل هني وتضيف اسمك وتضيف، وتقدر تسوي يعني ابجريد او ايا كان. بس هذه كمعلومه عامه ان هذا ستيم ليدر يعطيك في كل دوله، سواء كنت في الكويت، سواء كنت في الامارات مثلا. انزين ايا كان. انزين بالامارات عندك هذا حسون، عندك هذول الشباب. انزين بس هذا ما ادري ايش فيه، هذا كله برايفت، فالظاهر شكله بايع على واحد او شيء كذي. انزين المهم تقدر تحط اي دوله تبي، انت تقدر تحط اي دوله تبي. انزين اي تقدر تحط اي دوله تبي، وتقدر تطلع لك كل الموجودين. انزين الحين ندخل في اللي بعده. اللي بعده عندك يا اللي هو ستيم داتابيز، هذا من 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 ستيم. انزين يطلع لك اللي شنو اكثر الالعاب، شنو اكثر الالعاب اللي يوميا الناس يلعبونها. عندك يا اكثر شيء عندك يا بلايرز حاليا اللي موجودين، يسوي ريفرش كل تقريبا 30 ثانيه. عندك اللي سي اس جو تقريبا قول مليون لاعب، يعني قول مليون، هو 980 الف لاعب حاليا اليوم. البيك على بيك وصل 988. الدوتا 2، ببجي، جراند ثيفت اوتو، تدرى. انزين عندك يا رينبو 6 وهذيل كلهم عندك يا هذيل، هذا كلام معلومات عامه. انزين تقدر تحط مثلا انت اكاونتك، تقدر تكتب اكاونت اي احد ويطلع لك مثلا انفورميشن مثلا عن الاكاونت نفسه، كم لعبه عنده، كم هذا، ايا كان تعرف. انزين اللي بعد عندك اياه اذا تبي تعرف السيرفرات الشغاله، اي سيرفر عندك اياه في اي دوله. احنا عندنا اقرب شيء بالنسبه لنا احنا كالكويت عندك اياه هو دبي، سيرفرات دبي، سيرفرات الهند، اللي عندك مومباي وعندك سانجاي، ما يسمونها المنطقه هذه. المهم هالثلاث سيرفرات احنا عندنا هم اقرب لنا احنا، يعني نشبك فيهم. زين يطلع لك انت ساعات، يكتب لك انت افيلبل نون افيلبل، شوف يسوي ريفرش كل فتره، يعني كل تقريبا 30 ثانيه 20 ثانيه يسوي لك ريفرش. هذا حق بخصوص حق الستيم. زين فاذا صار عندك داون سيرفر اي شيء من هالذيله يحولك على هذيله الباجين الموجودين القراب اليمنى. زين بخصوص اذا مثلا عندك ديكلاين، بخصوص اذا مثلا عندك كل فتره وفتره يصير عند ستيم، في ستيم نفسهم يسوون ستيم سيل، في سمر ستيم سيل، في وينتر ستيم سيل، في الصيف يسوون، بالشتاء، في كريسمس، في هالوين. هذا الويب سايت انزين احط لكم اياه تحت مره ثانيه. انزين هذا وظيفه الويب سايت، يعطيك متى بعد كل متى بعد كل فتره والساعه كم واي يوم يسووا لك هو السيل. انزين فاني يكتبوا لك التاريخ، بس يقول لك نذكر مفهم، يعني ممكن
يوم يومين يقدمون، او ممكن يصير قبل يوم يومين، عرفت شلون؟ فهذا يكون معلومات وايد حلوه انك تعرف انت زين متى يسوون ستيم سيل وسمر ستيم سيل او وينتر ستيم سيل او ايا كان. بخصوص اخر شيء عندك اياه هذا اللي هو الجيمنج كوميونتي فراد، تحطه هني مثلا تبي تسوي ساين ان تسوي دونيشن، انا مسوي ساين ان معطيهم دونيشن، يعني حلو اللي فيهم هذول الشباب يسووا لك، احط لكم هذا اللينك مالهم هو steamrep.com زين، اللي هذا هو steamrep.com زين، هذا تدخل عليهم تسوي ساين ان هني زين، هني ساين ان تدخل عادي بسكيور ما في اي شيء. انا اعطيتهم مره دونيشن بصراحه الشباب ما يقصرون، يعني يحاولون انهم دائما يبتكرون كودينج ويبتكرون انتي فراد سيستم، فوايد يساعدون بالامانه يعني هذول وايد ناس. يعني ترى مبلغ بسيط مو شرط انك تدفع مبلغ كبير، يعني مثلا خلينا نقول 5 دنانير 10 دنانير مره واحده تدفعه بس كافي، هذا ترى بالنسبه لهم ترى وايد تو ماتش، بس يعني ينفع بصراحه ان يعني يطورون السيستم ويطورون لك اي شيء. فان شاء الله عجبكم الفيديو شباب، فمثل ما قلت لكم انزين هذا عندكم اياه اللي هو ستيم ليدر اول واحد انزين على السريع، هذا عشان تعرف الاكونتس كلهم الموجودين عن طريق ستيم، بس لازم هو يسوي ساين ان. الثاني عندك اياه اللي هو عندك ستيم داتابيز انزين هو اسمه steamdb.info انزين، هذا ستيم داتابيز انزين، هذه المعلومات كلها عن ستيم، يعطيك اكثر الالعاب ما اكثر الالعاب والشغاله وهذا. بعد عندك هي ستيم سيتويشن اللي هو يعطيك اياه السيرفرات الشغاله والمشغاله حاليا. وبعدين عندك اياه اللي هو السمر سيل، متى بتعرف بستيم السمر سيل او ايا كان، او متى تاريخ السمر، خصومات اللي تصير بالالعاب او خصومات اللي تصير من الليفلنج. اخر شيء عندك اياه اللي هو ستيم كوميونتي فراد زين. فان شاء الله عجبكم الفيديو شباب، ما اوصيكم اذا عجبكم الفيديو اي اقتراحات عندكم اياها عيدكم مبارك، لايك وسبسكرايب، اشوفكم ان شاء الله.